بالرغم من انه اللبنانيين عم بيحتفلوا بموسم الاعياد، ما زال مسلسل التفجيرات مكمل بلبنان، واليوم كان دور الوزير السابق محمد شطح وغيره. محمد بهاء شطح هو اقتصادي ودبلوماسي لبناني، ولد عام 1951 بطرابلس، متزوج وعنده ولدان. دراسته الابتدائية والثانوية كانت بمدرسة الإنجيلية بطرابلس والإنترناشنال كوليدج ببيروت، ومن بعد تخرج ببكالوريا الاقتصاد من الجامعة الأمريكية ببيروت عام 1974. وبعد عدة أعوام من الدراسة حصل على دكتوراه الاقتصاد من جامعة تكساس عام 1983. من العام 1983 وحتى عام 2005 عمل بصندوق النقد الدولي بالولايات المتحدة. أما من العام 1993 وحتى العام 97 شغل منصب نائب حاكم مصرف لبنان، ومن العام 1997 حتى العام 99 شغل منصب سفير لبنان لدى الولايات المتحدة. عام 2005 توافقت استقالة شطح من صندوق النقد الدولي واغتيال الرئيس الحريري، فعمل كمستشار أول لرئيس الوزراء فؤاد السنيورة من قبل 2005 حتى تموز 2008، وبعد لسعد الحريري من قبل 2009 حتى كانون الثاني من 2011. ب11 تموز 2008 تسلم حقيبة وزارة المالية، وحتى تاريخ تشرين الأول من العام 2009. اليوم ب27 كانون الأول عام 2013 اغتيل محمد شطح بانفجار سيارة بوسط بيروت وهو على طريقه إلى اجتماع قوى 14 أدار. وهيك انتهت حلقة أخرى مؤلمة من مسلسل التفجيرات، وعلى الأرجح أنه هالمسلسل رح يكمل.